ولنقاش موجة الجفاف التي يشهدها العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من ديالى الكاتب والباحث السياسي محمود الجف. أهلا بكم سيدي. أهلا ست، كيف الحال؟ أهلا بك. موجة الجفاف هذه التي يشهدها العراق ليست جديدة لكنها تتزايد باستمرار، كيف يفسر تفاقم هذه الأزمة؟ نعم، تحية لك والكادر والأخوات والأخوة جميعا. الحقيقة اللي أصبحت واضحة ست الآن أن قطع إيران لمياه الأنهار تم وفق خطة بدأت منذ عام 2003 بعد أن أدرك جند الأعور الدجال هذا النظام الشيطاني أن إثارة مشكلة الأحواز راح تفقدهم قدر كبير من الثروة النفطية في تلك المنطقة. فسووا لأنه السكان هناك أغلبهم هم يعتمدون على الزراعة، وبالنتيجة سيتم ترحيلهم إلى الداخل الإيراني وذوبانهم بين الشعب وسيطرة الحرس الدولي تماما على مصادر الطاقة تلك لاستخدامها في تنفيذ مخططاتهم، ومنها ما أطلق عليها تطبيق نظرية أم القرى، فحولوا مجاري الأنهار إلى الداخل الإيراني وقطعوها عن العراق. أين دور الدولة لربما الحفاظ على الاتفاقيات المتعارف عليها بين جميع الدول، بين دول المنبع ودول المصب؟ يا سيدتي العزيزة، النظام الإيراني يعمل وفق مخطط مدروس بعناية شلون بروتوكولات بني صهيون، فهذه الخطة بدأها بعد 2003 بالتعاون طبعا مع سلطات الاحتلال الأمريكي، بعد أن جاب إلى سدة الحكم للأسف بالعراق ناس موالين له، وبالنتيجة ما راح يصفون تنفيذ مخططاته، ولهذا هو نجح. النظام الإيراني اللي يدعي الإسلام هو من براء، تخيلي قطع المياه عن أكثر من 42 رافد وجدول موسمي كانت تغذي الأنهار وحتى الأهوار في مناطق الجنوب، اللي هو يدعي حبة لآل البيت والتشيع والشيعة، وهو بدأ بالشيعة وبتدمير الشيعة قبل الآخرين للعلم. أهمها أنهار الكرخة الكارون اللي حولتها إلى منطقة بهمنشير بالمناسبة، يعني هو دا يحولها إلى داخل الحدود الإيرانية، والطيب والوند والزاب الصغير، وزاد المشكلة عمقا أكثر بناء السدود على نهر سيروان وقطع المياه التي كان آخرها للأسف نهر هوشيار اللي يغذي محافظة السليمانية، مما أدى إلى تراجع مناسيب سدي دوكان دربندخان إلى مستويات غير مسبوقة وصلت في إحداهم إلى 100% انخفاض نسبة المياه. تعرفين حضرتك أن التغيرات المناخية الآن ألقت بظلالها على المنطقة من انحسار الأمطار وقلة الغطاء الثلجي، مما أدى إلى قلة الواردات المائية في دول المنبع والمصب، واللي يجب أن تتقاسم الضرر في حالات الشحوة والفيضانات. هذا وفق الأعراف الدولية، يعني إحنا نحكي على الدول اللي تعتمد على القوانين وبها قوانين، لكن للأسف نقابل عمائم بحد اللحظة هو يعمل وفق قوانين الحيوانات حش السامع وفق قوانين الغاب. هذا الأمر يا سيدتي أضر ضرر كبير بالمساحات الزراعية الواسعة في وسط وجنوب العراق وحتى في الشمال، علما أن الحكومة العراقية قررت في عام 2011 مشروع لبناء 152 سد بعضها للتحكم واستنقاذ المياه الداخلة للعراق، رغم كل الاتفاقات الدولية لتنظم عملية التدفق المائي بين البلدين، إلا الاجتماعات إلا أن الاجتماعات الخجولة اللي أخذتها بغداد مع طهران ظلت حديثة بالأوامر السياسية للأسف. وحضرتك قبل شوية من حكيتي تصريح قائم مقام الخالف الخدران. نعم. الخدران هو واحد من الأذرع الفارسية اللي هي تنفذ هذا المشروع أصلاً. فكيف يكون واحد من الأذرع اللي تنفذ وتساعد في تنفيذ المشروع يكون هو جزء من الحل؟ نعم. لا، هذا يعني هي خطة مدروسة بعناية وبدقة ونفذت باعتبار تحدثتم عن الحل، ما الحلول الممكنة لمواجهة أزمة الجفاف التي يشهدها اليوم العراق والحفاظ على الوجود السكاني في هذه المناطق والحفاظ على الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي؟ والله يا سيدتي، الحل أولا بالعراق لأن يتوحد الشعب ويصير كلمته وحده، وفعلا يعني ينتخب او يختار من بينه قائد حقيقي وطني مسلم، او حتى لو وطني يحب بلده يعمل من اجله، ويدول هذه العمليه يعني توصلها الى الاحرار بالعالم. مو شرط كل يعني كل الناس بالدنيا هم ناس اعدانا، لا، اكو ناس عندهم ضمائر وعندهم اخلاق وممكن يوقفون معانا، كل الاحرار بالعالم اللي ممكن نستنجد بيهم حتى يوقفون ضد هذه الهجمه
الهجمه الرهيبه اللي غايتها قتل كل شيء في هذا البلد للاسف. يعني اني يعني الحقيقه لا نقرينا بالتاريخ ولا شفنا ولا سمعنا في حياتنا مثل هكذا اجرام. تخيلي انت دوله تستهدف او مجموعه دول تستهدف حتى قتل الاحلام، استهدفت قتل كل شيء، زراعه، صناعه، كل شيء، حتى الحيوانات. يعني هي حتى الحيوانات ترى ما تمت من جرائمهم للاسف ومخططاتهم. لكن يعني هذه اذا ما يصير بها تكاتف دولي، يعني تاثير دولي، يعني دعاوي دوليه او تدوين القضيه والمشكله بالامم المتحده وغيرها، رغم الحقيقه شكل تدخل الامم المتحده وغيرها، لان هذه المنظمات هي كلها تعمل لصالح امريكا الولايات المتحده، وانت تعرفين حضرتك وكل الاخوه المتابعين ايضا. التعاون الصليبي الصهيوني الصفوي يعني منذ عهد كورش هو مستمر، واعتقد هي هذه خطه. لكن الله سبحانه وتعالى ثم جنود هذا الشعب الباسل البطل قادره والله على التغيير لو ارادت ولو توحدت، رغم انه يعني اعتقد الشعب بعد هذه الصفعات والركلات وهذه الضربات القاسيه جدا اعتقد بدا يفهم، وان شاء الله القادم اجمل. نسال الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن الخاتمه. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي الاستاذ محمود الجاف، حدثنا عبر الهاتف من ديالى.